بصراحة عروض أنا. سعادة النائب وفاء بني مصطفى، تحياتنا سعادتك، صباح الخير. صباح النور، أهلين. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا حقيقة اليوم بتابع على جريدة الرأي فيما يتعلق بلجنة المبادرة النيابية وإعلان عن خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فاسترعى انتباهي العنوان هذا، يعني شو اللي لمستوه أنتوا حتى تعلنوا عن خطة لمواجهة مثل هذه التحديات؟ احنا بنحكي سعادة النائب حكومات عجزت عن مواجهة تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، فشو اللي ممكن انه يكون بدر بذهنكم بانه في خطة معينة ممكن تساعد، ممكن تخلينا قادرين انه نواجه هذه التحديات؟ تفضل يا ستي. الله يعطيك العافية. يعني انا بوافقك تماما، حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كبير جدا، ولا يمكن لطرف واحد في الدولة انه يتصدى له منفردا. لذلك احنا ككتلة ولسنا كلجنة في المجلس بتشكل من 14 نائب، بنينا بأننا يجب أو عنا إيمان بأننا يجب أن نكون كما لنا دور تشريعي ورقابي محدد بالدستور، أن نكون أيضا في هاي المرحلة الصعبة اللي بمر فيها وطننا شركاء في الرؤية وناس برامجيين نحاول أن نطرح حلول. أكيد حلولنا ليست شاملة وليست على المستوى الكامل لكل القضايا، ولكن نحن نتبنى حلول في جزئيات محددة. يعني إذا بتطلع على البرنامج اللي أعلننا عنه البارحة، هو برنامج عمل للمرحلة القادمة يشمل 9 محاور متعلقة في بعض الأمور وفي جزئيات في بعض الأمور. يعني إحنا ما بدنا نصلح كل أو نركز على كل الموضوع مثلا المتعلق بالتعليم، احنا نركز على 4 إلى 5 نقاط في كل محور. في اطار يعني اننا نحاول ان نشكل نموذجا لحل بعض المشاكل ولتحفيز الحكومة على التجاوب معنا في بعض الملفات اللي بنشوف انها غايفة الأهمية. طبعا احنا بنستند في رؤيتنا على موضوع التشاركية والتعاون والاشتباك، باننا الاشتباك الإيجابي مع الحكومة، لأننا ما بنؤمن بالمعارضة العدمية والمعارضة من أجل المعارضة. وكذلك يعني إحنا بدنا نحاول أن نبني على ما فعلناه في المجلس الماضي عبر كتلة المبادرة النيابية اللي كانت كمان تتبنى نفس النهج واستطاعت أن تحقق نتائج يعني رائعة في بعض المحاور زي محور الطاقة المتجددة ومحور السياحة والتعليم العام. استطعنا أن نحقق اختراقات. طبعا احنا نعلم تماما أننا في البرلمان لسنا تنفيذيين، ولكننا نضع خطط بالتشارك وعن طريق آليات عمل مشتركة مع الحكومة كانت سابقا. جميل. نحاول أن نحفزهم على بعض النقاط والأمور، وطبعا نستعين بخبراء في كل مجال نعمل فيه. طيب. سوف نعمل. سعادة النائب، يعني أنا حقيقة أنا يثلج صدري إني أشوف والله إنه في كتلة اجتمعت وخرجت بهذه المخرجات. هذا بخرجنا من نمط تفكيرنا بأنه مجلس النواب عبارة عن جلسات تصويت، وعفوا على الكلمة هي مستخدمة عندنا بمجتمعنا الأردني، مفاغرات. أنا لما بشوف خطة زي هيك حقيقة أحترم الكتلة، أحترم القائمين عليها، وأحترم هذا الفكر اللي بيطلع عنا، لأنه تطرق إلى عدة جوانب بتهم المواطن أولا وأخيرا، ويعني تسعى إلى رفعة الوطن. بس لفت نظري إذا سمحتي، يعني أشكرك، يعني اسمح لي، اللي حكيته جدا مهم. إحنا بهمنا جدا أن يعني نكسب احترام الشارع الأردني، ليس بالتعويل على الخطابات الشعبوية، عفية عليك، بالعمل البرامجي المنهجي اللي بصب بالآخر في قرارات تخدم المواطنين. يعني بارك الله بيك. ما بدنا يعني نوصل مع الأطراف المختلفة في السلطات وفي الدولة الأردنية لحالة من التأزيم، وزي ما بيحكم كاثرة المسألة ليست يعني بمن يغلب من. أنا واضح الفكر، يعني الفكر
الفكر فيها واضح، وواضح بأنه في تلمس فعلا لحاجات أساسية أعطيتها أولويات. اسمحي لي أنا أقل من دقيقتين معي بس بستعرض من ضمن قطاع التعليم، عم بتقولوا بموضوع اللي هو العمل على تأنيث التعليم في المراحل الأساسية، كون مدارس الذكور تعاني من مراحل التأسيس، وبنفس الوقت فيما يتعلق بدعم الجامعات. نعم. يعني بس تحكي لي عن موضوع التأنيث، تأنيث التعليم بعجالة إذا سمحتي. شكرا لك، يعني هذا محور غاية في الأهمية. احنا بنلاحظ بأنه في مشكلة حقيقية، والمشكلة حتى وزارة التربية والتعليم معترفة فيها بالصفوف الستة الأولى في مدارس الذكور، ونجد بأنه يعني احنا جلسنا مع وزير التعليم ونحاول الآن أن نضغط على أن تتولى المعلمات الإناث تدريس الذكور لغاية المرحلة السادسة. أنت قصدك كقطاع معلمين؟ نعم، كقطاع المعلمين. يعني نحن نسعى نجد بأن هنالك فروق كبيرة جدا بين مدارس الذكور والإناث تبدأ في المراحل الأولى، بالتالي نحن نريد أن يكون هناك تأنيث للكوادر التعليمية في مدارس الذكور لغاية الصف السادس، حتى لأنه يا أخي ياسر إحنا لازم نعي تماما أنه الكثير الآن عندنا يعاني منهم خصوصا في الذكور من أمية المتعلمين، هو ينهي مرحلة الثانوية العامة ولا يستطيع أن يقرأ أو 100% صحيح. الأجهزة الأمنية اللي بتقدموا لها الناس اللي مش ناجحين أو غير مستكملين للنجاح في التوجيهي بيحكولنا دائما هذه المشكلة، مشكلة أمية المتعلمين. فوجدنا والتربية أيضا والتعليم متوافق معنا لحد كبير في هذا الموضوع، بأنه إدخال المعلمات الإناث على الصفوف الأولى سوف يساعد كثيرا في رفع كفاءة المدارس الذكور في التأسيس، ويمكن إحنا كلنا بنشوف كيف نتائج التوجيهي. طيب. صار لها 4-5 سنوات 100% نتائج مشرفة كثيرا سعادتك. مدارس الإناث وأقل منها في مدارس الذكور. سعادتك أنا بتصوري إنه هذا الطرح هو الطرح الذي يريده المواطن الأردني، إحنا هذا ما نريده من أعضاء المجلس التشريعي. دائما نيجي بنقول إحنا نواجه المشكلة ولا نطرح حلول، ولكن يعني مثل ما تم الإعلان عنه بفصول ما أعلنت عنه كتلة المبادرة النيابية حقيقة شيء يسر الخاطر. أنا متفائل جدا، ولكن يعني بنتمنى بالنتائج انها تكون تعطينا نتاج لهذا التفاؤل. الموضوع حقيقة بده وقت اكثر من هيك، فراح نرتب صحيح. مع سعادتك بعد امرك، ويكون في يوم حديث عن ما اعلنت عنه كتلة المبادرة النيابية باستفاضة، وناخذ المفاصل تفصيلا. فبدي اشكرك على وقتك وتعذرينا، ادركنا فاصلنا، يبارك بعمرك، الشرف لنا. كل التحية والاحترام سعادة النائب وفاء بني مصطفى.